السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معكم خليل، النهاردة تاني دروس في تعليم البرمجة، تعليم لغة اللغة. ان شاء الله احنا تقريبا الحلقة اللي فاتت تعليم البرمجة اول درس شرحت لكم ازاي تعملوا المود، اول اساسيات المود، يعني ازاي تعرفوا كمان الكلينت والسيرفر في الميتا. النهاردة هنبتدي نعدل على ملف الكلينت والسيرفر علشان نبتدي نعمل المودات، ونبتدي بقى نخش في اعمق شوية. هنفتح ملف اللعبة، سيرفر، مودز، ديسماتش، ريسورسز. متعودين هو على ملف السكريبت واللي فيه سيرفر، ميتا، كلينت، وفتح او مطلعهم برا الكلينت والميتا والسيرفر عشان نعدل عليهم. هنبتدي النهاردة نعمل اول مود. المود يتكون من ايه؟ الكلينت يعني اول حاجة بيتكون من حاجة اسمها فانكشن. مثلا هنعمل حاجة اسمها كده فانكشن، تمام؟ ولازم نسمي، هقول لكم طريقتين لكتابة الفانكشن، هقول يعني هكتب لكم دلوقتي فانكشن بطريقة فانكشن، ولازم نسمي مثلا الفانكشن دي بأي اسم، مثلا أحمد، ونعمل قوسين كده. ده أول حاجة اسمها كده الفانكشن. مثلا دلوقتي هشرح لكم حاجة فيها دي الصفحة دي، حاجة اسمها الويكي. الويكي ده هو أساس البرمجة، أساس كل الكودات، أي كود هتلاقيه في الويكي. الويكي ده هو اللي هتعرف منه كل الكودات، هتقدر تحفظها، هتقدر تعمل منه اي مود انت عايزه. مثلا احنا دلوقتي عايزين نعمل فانكشن، هو المود احنا قلنا هيتكون من حاجتين، فانكشن وفي تحت ايفنت. ايفنت فهو فانكشن وايفنت، هشرح لكم دلوقتي بالتفصيل. اول حاجه نجيب مثلا فانكشن، هشرح لكم طيب الويكي ولا ماشي؟ نبتدي بالكلينت فانكشن الاول. الفانكشن اهي اللي على الجنب دول. اول حاجه نجيب الفانكشن، مثلا هنجيب اوتبوت، عايزين نعمل اوتبوت، اوتبوت شات بوكس. مثلا هنعمل، هناخد اللي في السيرفر اللي احنا دلوقتي شغالين على الكلينت، ناخد اللي في الكلينت، ناخد دي بالظبط زي ما موجوده، نعمل كنترول سي ونحطهم في الملف او اوتبوت شات بوكس. بعد كده لما نجيبه نمسح بقى شويه كلام، نمسح اول كلمه بول ونمسح string text. ده بيفهمنا ان التكست اللي عايزين نكتبها لازم تكون بتوين الاتنين دول. مثلا عايزين نكتب اهلا، اهلا بيك، نورت السيرفر، تمام؟ هنشيل ده، هنشيل ده، هنسيب الارقام بس يعني ده ده، وهنمسح دي كلها، تمام؟ دي الالوان، ده الوان اللي هو هيطلع. طبعا ده اللون مش فاكر الالوان قوي، تمام كده. فانكشن اوتبوت شات بوكس، لازم نعمل اند للفانكشن، نهايه الفانكشن تبقى اسمها اند، يبقى اند للفانكشن دي. احنا عايزين امتى اوتبوت شات بوكس اهلا بيك نورت السيرفر؟ عايز الايفنت اللي هو امتى يطلع لنا الكلام ده في الشات. فاحنا مثلا هنكتب عايزين لما اللاعب يخش السيرفر يطلع الكلام ده في الشات. فاحنا هنروح ايه للكلينت ايفنت، احنا كنا في الكلينت فانكشن، نروح للكلينت ايفنت. عايزين مثلا، احنا مش هنجيب بقى البلاير، هنجيب ريسورس عشان تشتغل معانا صح. اون كلينت ريسورس ستارت، يعني ده معناها لما اللاعب يخش السيرفر. هناخد بس اد ايفنت هاندلر دي، تمام، وهنجيبها هنا ونحطها هنا. لا احنا خدناها تاني، معلش الشباب انا اسف. هناخد بس اد ايفنت هاندلر، هناخد دي بس، الحته دي بس، ما تاخدش كله، تمام. نعمل له كنترول في هنا. هنا بيقول لك اد ايفنت هاندلر اون كلينت ريسورس ستارت، لما اللاعب يخش السيرفر يطلع له كلام في الشات. بس هنا هنزود كلمه روت من عندنا، وهنعمل دي اهي، ونكتب اسم الفانكشن عشان دي تتنفذ. كده احنا عندنا الفانكشن بقى، كده عندنا المود بقى جاهز. يبقى عندنا فانكشن، المود بيتكون من فانكشن اللي هو اوتبوت شات بوكس. الفانكشن دي هتتكرر لما الايفنت ده يحصل، الايفنت اللي هو اول ما اللاعب يخش اون كلون اون اون كلينت ريسورس ستارت. ولازم هنا احمد اللي هي اسم الفانكشن لازم بيتكتب مع الايفنت عشان ده يحصل مع ده. وهقول لكم طريقه كمان اللي اتكتب فيها المود ده.
بس نجرب اول حاجة. يبقى احنا قلنا كده نعمل سيف، نجيب نقفل ده، نجيب الكلينت نحطه في السكريبت، نفتحها كده نجرب السكريبت. سكريبت ستارت، ثواني يا شباب، ثانية واحدة. ديبوك سكريبت بيقول لي الغلط في الكلينت اللي هو رقم 2. نشوف عملنا ايه. رقم 2 معايا الشباب دي، شفتوا اي غلطة صغيرة ممكن توقف الموك كله. كنا مزودين بس دي، معلش انا اسف شباب، كنا بس مزودين دي، نعمله سيف كده المود هيشتغل 100%. اهو نجيب الكلينت نحطه في السيرفر، نشغله نعمل له ريستارت. اهلا بيك نورت السيرفر اهي. ده كده اللي هو فهمنا تقريبا. مثلا احنا ممكن نغير الاون كلينت ريسورس ستارت دي خالص، ممكن نحط اي حاجة تانية، مثلا ممكن نخش الويكي اهو. نجيب كلينت ايفنت، مثلا نخش الفيجل ايفنت، مثلا نقول اون كلينت فيجل انتر مثلا. ده نجيب دي برضو نفس الكلام، اول حتة نحطها بدل دي، نعمل كده نكتب روت ونكتب الفانكشن اللي احنا عاملينها احمد ونقفل دي. هنا بقى عكسنا، يعني عملنا حاجه جديده، يطلع في الاوتبوت شات بوكس حاجه لما مثلا نخش العربيه، لما نركب العربيه يطلع لنا كلام في الشات. نجرب اهو كلينت نحطها في السكريبت ونعمل ريستارت. مثلا هنخش اي مثلا عربيه، نخش دي ماشي اهي. شوف لما دخل، يبقى احنا فهمنا ازاي مثلا نعمل المود، وفهمنا ان المود بتكون من حاجتين، فانكشن وايفنت. الفانكشن بيتنفذ لما الايفنت ده يحصل. انا دلوقتي هقول لكم طريقه تانية لكتابه المود. بدل ما نكتب دي تحت كده، نجيبها كنترول سي اهي، هتتكتب فوق، هتتكتب بالطريقه دي عشان لو شفت اي مود مكتوب كده ما تتلخبطش او تقول انا مش فاهمه او كده. هنا مش هنكتب للفانكشن اي اسم، لا هنشيل الاسامي، الاسامي مش محتاجينها. والروت دي بطريقه تانية تتكتب، هوريكم الطريقه اهي. مثلا احنا قلنا كلينت ايفنت الريسورس مثلا ستارت، اون كلينت ريسورس ستارت، هتتكتب كده بالظبط. كنترول سي نعمل لها هنا كنترول في بالظبط كده، هتبقى اد ايفنت هاندلر اون كلينت ريسورس ستارت جيت روت element. الفرق لما كنت دي تحت كنا بنكتب روت بس، لكن فوق بنكتب جيت روت element وما بتكتبش اي حاجه تاني. والفرق بس لما تكتب تنزل تحت هتقفله بالكوز ده، الكوز ده هتقفله بالكوز ده اند ديزل فانكشن تمام. يبقى هنا الفانكشن مش محتاجه اسم ولا مش محتاجه نكتب اسم، كل بس اللي هو فيه هتكتبها فوق وتكتب جيت element روت وتكتب قوسين كده وتسيبه مفتوح وتقفل القوس تحت، بس الفانكشن يكون فيه. نجربها مثلا كده عشان نتأكد. اهو كلينت نحطها في السكريبت، نعمل ريستارت اهو. اهلا بيك نورت السيرفر. يعني كده فهمنا احنا نقدر نعمل كل حاجة. فهمتكم الطريقتين بتوع كتابة الكود. هشرح والويكي فهمتوا تقريبا، والويكي كمان فهمتوا يعني فايدته ايه، اللي هو نجيب منه الكودات، وممكن كمان نجيب منه الانيميشن كاركتر سكين، ممكن نجيب منه كل السكينز. مثلا لو بنعمل لوحة تدي سكين اهي، كل السكين والاي دي بتاعتها ده هنستخدمهم كتير قوي في الحلقات الجاية ان شاء الله. يعني كل حاجة ان شاء الله هنستخدمها في البرمجة لازم نيجي للويكي. الويكي ده يعني اي مبرمج كبير لازم يستخدمه، بس الكودات الصعبة. لكن كمبتدئ زيك او لسه اول مرة تعرف البرمجة فهتحتاجه كتير جدا. واحدة واحدة هتلاقي نفسك بتحفظ الكودات، وهتلاقي نفسك مش بتحتاجه كتير،
وهتعمل مود بكل سهولة. بس انتظم في البرمجة وحاول تعمل اللي عملته ده اكتر من مرة، وجرب حاجات كتيرة. جرب تغير الفانكشن، احنا ممكن نغير الفانكشن مثلا نخليها الفيجل فانكشن، مثلا نعمل كريت فيجل مثلا لما فين اهو. وكمان في الويكي بيديك شروحات كتير جدا يعني، كمان بقى يعني هتعمق فيه قوي في الحلقات الجاية. انا دلوقتي بديكوا بس شوية حاجات بسيطة كده علشان ما نطولش عليكم في الفيديو. تعودوا بس على الحاجات اللي قلتها لكم، حاولوا تكتبوا، حاولوا تغيروا دلوقتي في الايفنت بس، في الكود جافا. الفانكشن ممكن تبقى صعبه شويه، لو عرفت تعمل في الفانكشن يبقى كويس قوي. حاول تعمل في الماركر ايفنت مثلا، تعمل في البلاير، تعمل في الريسورس، الفياجل، تفضل تجرب واحده واحده، فياجل انتر، فياجل اكزيت مثلا، ده لما يطلع من العربيه يظهر له كلام في الشات. حاول تغير من كل حاجه واحده واحده، ان شاء الله تتعلم. وكان نكون خلصنا الحلقه بتاعت النهارده، ان شاء الله تكون استفدت منها. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش شباب، انا وانا بشرح وانا بصور الفيديو نسيت اشرح لكم اهم حاجة، الفرق بين الكلينت والسيرفر. الفرق بين الكلينت والسيرفر، الكلينت دي حاجة بتتعمل للاعب بس، حاجة بتبان للاعب زي ما شرحت لكم. اوتبوت شات بوكس عملناه في الكلينت، دي مش هتبان غير للاعب. لكن لو عملنا مثلا لما يلاعب يخش السيرفر يكتب في الاوتبوت شات بوكس اللاعب، هذا اللاعب دخل السيرفر، تمام. اللاعب ده لازم نعمله في السيرفر عشان يبان عند كله، لكن الكلينت هتبان عند الشخص ده بس، السيرفر يبان عند كل اللاعبين اللي في السيرفر. انا اسف شباب نسيت اشرحها، انا كده شرحتها الحمد لله. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.